هاد ورقع فرحانين العزوة. الله الخوت لو واحد الفرحة حيت الحمد لله راه كنحس براسي بديت كنربح واحد التحدي اللي تحدي صعيب. شكون قال هاد العاود غيولي يبكي في بحالك يا جالي؟ السلام عليكم الخوت وتحياتي لكم. اليوم غادي نفرحوا كاملين في هاد الفلوق هذا حيت كاينه بشرى سارة على العزوة، الحصان اللي نقدناه من عند الجزار في اخر دقيقة. تبعوا هاد الفيديو هذا وغادي نبدا لكم بواحد الفلاش باك باش تعيشوا معنا القصة ديالو من الاول حتى لدابا، وغادي تعرفوني علاش انا فرحان والله يدير الخير. بالنسبة للناس اللي ما دايرينش ابوني في هاد الباج هادي فيديروها دابا باش ديما يبقى يوصلهم الجديد، وإلا عجبكم هاد الفيديو هذا فما تنساوش خليو لينا واحد التعليق يكون فيه الدعاء الله يعطينا غير صحيحتنا باش نكونوا مع بحال هاد النوع ديال الخيول، الخيول المتخلى عنها والله يدير الخير. وبالنسبه للرفيسه راه ما نسيناهاش، راه في القريب العاجل غادي نقول لكم معاش في الانستغرام، لي الانستغرام ديالي هو هذا اللي طلع هنايا، دخلوا تابوناو باش ما تفلتش لكم هاد الزرده والله يدير الخير. ايوا الخوت هنا بدات القصه ديالنا مع الحصان العزوه اللي نقدناه من عند الجزار في اخر دقيقه. هاد العود هذا مسكين تعرض لحادثه سير على الاشر ديالها، تقطعت ليه العصبه ديالو وحتى من العظيمات ديالو تقاسوا. جبناه درنا ليه العمليه الاولى ما صدقاتش، العود بقات الحاله ديالو غداو كدهور، والطبيب مسكين قال لنا هاد العود هذا يا اما خاصو الموت الرحم او لا تقطع ليه الرجيله وتركب ليه رجيله اصطناعيه. حنا ما سخيناش بهاد العود وجبناه لعندنا ودرنا ليه عمليه راسنا، ولله الحمد جاب الله التيسير والعود غادي كيتشافى. ومن بعد تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن مرضت ليه الرجيله الصحيحه بمرض الزرع، نظرا لذاك الضغط اللي كان عليها ملي كانت رجلو اللي كانت مقطوعه مضروبه. قلناش غنديرو نديو للبحر مولاي عبد الله، والبحر الخوت كيعاون الخيل بزاف اللي فيهم الزرع، كيعاونهم اول حاجه كينقص لهم الحراره من ديك الرجيله اللي مريضه، ثاني حاجه الرمله كتدفع داك العظم اللي باغي يخرج باش يرجع لبلاصتو. ايوا الخوت هذه هي القصه ديالنا مع الحصان العزوه، وبالنسبه للوزن ديالو حنا اللي نقصناه باش ينقص الضغط على رجيلات المراه. تبعوا هذا الفيديو باش تشوفوا الحاله ديالو كيفاش ولات والله يدير الخير. هادو رقع فرحانين العزوه وهذا هو السبب اللي خرجوا. الله يدير الخير، حاول ندقوا ليه التريتمون ديالو. الله يبارك. تقدم 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 على عثمان. على عثمان. عثمان. الله يدير الخير، ولكن دوروا ليه باش ندقوا ليه الدواء ديالو. دوروا باش ندروا ليه. سير على مولاه. الله يبارك. تحيه لخويا رضوان. الله يحفظك. الله يدير الخير. سير الحبيب سير، دوروا لينا ليه. الخوت راه عنده واحد المشكل سبحانك يا جليل، عنده العروق مضيقين، عرفتي باش كدق ليه برا في العرق راه غير بالسوسين كشيف. الله يدير الخير، ندقوا ليه البرا باش نخرجوه، الله يسهل على الجميع. انا العزوه الخوت بدا ان شاء الله كيبرا. خويا الميمون خذ. الله يدير الخير. خويا الميمون. خويا الميمون. هذا كان واحد النهاريات كنت خدام، قلت لعثمان دير العود مرغو وتمرغ شنو دار؟ بدا كيجري. هو اليوم غيعاود ولا ما غيعاود؟ ان شاء الله. يلاه سير على مولانا، الله يدير الخير. سبحان الله العزيز شوف اش شوف هنا سبحانك يا جليل ما كيبانش العرق كاع. انا غادي نوريك عود اخر وغادي تلاحظوا هذا الفرق هذا، ما كيبانش عنده هنا العرق تماما. خزير شي والو. والو، غنحاول ندور انا نوريكم عود اخر باش تفهم. العود اخويا عمر الله يحفظك. حاولوا معاه في هاد الجهة هادي يقدر يبان. صافي حيد على مولاه. البرا ديال العرق راه صعيبة وصعيبة بزاف، راه كدير مشاكل كبيرة. كاين بعض البراوات ديال العرق كيكون الإنسان كيدقهم في اللحم كيتقوفوا ليه اللحم ديالو، ولكن بحال شي برا بحال البيليسيلين إلا دقيتيها في العرق راه غتقتل العود ديالك. فمن الأحسن أنت ما عارفش تريتمون عيط على الطبيب، أولا شي واحد كيكون كيفهم وكيعرف يدق لك البرا، راه ما فيها حتى شي عيب، راه حتى شي واحد ما تزاد معلم. الله يدير الخير، خرجوا دابا يتمرغ، ولكن قبل ما نخرجوا يتمرغ غادي نمشي ان شاء الله نوريكم العرق كيفاش كيبان عند الخيل الاخرين، حيت راه انفو غادي نشد ليه العرق غادي تقوف. الله يدير الخير. مشي عند قيصر. يلاه مشي عند قيصر. قيصر محبوبنا. انت شوف لاحظ سير مشي لهنا يضرو، حنا دابا كنوريو الجمهور باش يتساف. انفو غندير يديه هنا، اجي تشوف. هول هول هول. اجي تشوف ها هو بدا كيطوند هادشي.
شي ها هو دابا هذا هو العرق هاو شوف هنا العرق تبارك الله كبير كدق فيه البرا كيف ما بغيتي ها هو العرق هنا ها هو بان لكم الطوند هاو في العزوة سبحانك يا جليل ما عرفش واش الكثرة الدويات اللي كانوا كيدقوا ليه او لا ما عرفتش واش هو جينيتيك مو حتى انا راه العروق عندي مضيقين ما عرفتش علاش دابا ان شاء الله نخرجوا العزوة وتشوفوا الحالة ديالو كيفاش ولات راه كاين تحسن 80% ولا 90% ان شاء الله راه ما بقى ليه والو كيف ما كنقول لكم ان فوا نعرفوا قادي هادشي عودة فجيبوا عوداتكم مرحبا بكم كاملين هذاك العود راه ماشي ديالي بل ديالنا كاملين والله يسهل على الجميع سير على مولانا شو تبارك الله المشي كيفاش ولات راه غادي في تحسن جد جد مرحبا الله يبارك الله يدير الخير سير ابو عثمان عاود تسرح شو الخوت شو الرجيلة تبارك الله هاي بانوا ليه الخيل مركوبين دابا تبارك الله غادي يفرح ان شاء الله الفلوق الجاي نديروه مركوب علاش لا نتمناو لا مازال اخويا حسن ونتمناو نتمناو اخويا غير بالك يجري ولكن المركوب باقي الحال واليوم غيجري زعما ان شاء الله الله يدير الخير الله يدير المركوب باقي اخويا الله يدير الخير الله يدير الخير يبارك العزوة كيف رد الجمال ديالو خلي يتمرغ بعد الا بغى يتمرغ سكش 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 ايوا الله الخوت لا واحد الفرحة حيت الحمد لله راه كنحس براسي بديت كنربح واحد التحدي لي تحدي صعيب دور دور بيعتم هشو هشو بهي نقز اشتراسك الحمد لله كيبالي يا غادي نربحوا في التحدي ان شاء الله تبارك الله تبارك الله هادشي كيفرح بزاف والله شكون قال هاد العود غيولي يبكى سبحانك يا جالي اها خليوش يلعب بزاف ورا الحمد لله هادشي راه ما كيأثر عليه في والو حيت الرجيله ديالو اللي كان فيها مشكل ومشكل كبير راه برات 100% الحمد لله ان هذيك الفراكشر اللي كانت عنده خايبه راه برات باقي عنده المشكل غير في الرجيله الاخرى اللي مريضه باذن الله غدا تبرى ونمشيو دابا ندخلوه باش نوجدوا ليه الماكله ديالو والله يدير الخير لك امر تحسن كبير اه والنشاط والحيويه النشاط والحيويه واللعب
والرديح بغى يردحني من الجمر. ايوا المورال طالع بعد المورال طالع الحمد لله. ايوا علاش لا دابا صافي دابا ولينا كنطمعوا في الركوب يا عمر. باقي شويه باقي شويه. لا قلت لك مع المستقبل نطمعوا في الركوب. ضروري ما نورا عشيرك راه ولا مبلبل اخويا يوسف. العزوه تبارك الله راه بدا يبرى. اللهم بارك العزوه تبارك الله. عنده القوة كان باغي يبراد العالم. عنده الإصرار. الحمد لله. إي والله. خوت غتشوفوه مزيان إن شاء الله. إي والله. غادي نركب إن شاء الله. وغادي تراكب. إن شاء الله. سير بصحتك بصحتك تو عمر. الله يدير الخير. الله يدير الخير نمشيو ندخلوا العزوة. بارك الله. شو كي راجع البوكسة ديالي. زيد. أيوا. بارك علي بارك علي. سبحانك يا جليل. شكون قال هذا العود غيولي هكا ودي عتمه. امين امين امين. كاين واحد تحسن تبارك الله. الله يشافيه. اللهم امين اللهم امين. الشوله باغي يجرك اخويا. تري تبارك الله صافي. عندك يجرك عندك يجرك. سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. الله الله سير ابو عثمان الله يرضي عليك. فرحة كبيرة اليوم ابو عثمان. ها؟ الله يدير الخير. الله صافي حيد لي ليكول. الدراري هاد القضية اللي دار خويا عثمان رانا غنعاودها لكم دابا. لاحظتوا هاد اللقطة هادي اللي تشوف الفيديو هادي هي اللقطة ديال الدخول ديال البوكس. كتدخل مع العود وكتدور حتى كتولي انت في جهه الباب عاد باش كتسد الباب حيت كاينين بعض الخيل كيدخلوا للبوكس ديالهم وكيبداو يلعبوا وكيبداو يردحوا. انا بزاف الناس عيرونا بزاف الناس حداونا قال لك هذا العود عمرو يبرى. هذا العود هذا ان شاء الله باذن الله غادي يبرى وغنركبوا عليه. حنا دابا الركوب في الشك اما زعما كاينه يتمشى او ليت اكوبلا راه دابا الحمد لله 100% هادشي بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الثقه ديالي لهذا العود وبفضل الدعم ديالكم حيت انتم كتثقوا فينا. ان شاء الله هذا العود اللي كتشوفوا قدامكم غادي يبرى وغيرجع يتمشى عادي وغادي يولي عود بخير. ها انتم شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش كيتجاوب معايا. اذا العود راه تيق في راسو حتى هو تبارك الله راه غادي يعيش وغادي يولي بخير حيت الخيل مساكن ملي كيكون صافي مستسلم ما كيبقاش يغياجي مع بنادم بحال هكا. شوف تبارك الله اش كيدير معايا. شوف العزوه احسن عزوه في العالم. الله يدير الخير والله يصلحو. دابا ان شاء الله نمشيو نخرجوا ديك العوده اللي كانت تايا محنه ومكرفصه نشوفوها تايا والله يدير الخير. يا الدرويش الخوت راه تبارك الله غدا في التطور جد ملحوظ. راه انا شفتو هنايا هذاك الدم فراه الدم ديال ديك الجرحه الكبيره حيت كل نهار كتنيطوايا وكتنق. راه تبارك الله راه غدا في التطور جد ملحوظ. راه التريتمون ديالها راه قريب تايا ان شاء الله غادي تبدا في الترونسفورماسيون ديال بصح حيت واخا هكاك راه ما كندفعوش ليها العلف بزاف خايفين من الكوليك حيت الخيل ملي كيكونوا ضعاف بحال هكذا راه لا عطيتيهم العلف بزاف كيجي من الكوليك. انا تبارك الله زيان ما شاء الله شاكي جات نار الاول خويا عثمان تبدلات. ايوا الحمد لله هذا من فضل ربي. شي الخوت راه ما كيتعطاش لاي واحد هادشي هادشي راه سبحانك يا جليل كيجي عن حب وعن مثابره كيف ما شوف الفيديوهات الاولين ديال العزوه الطبيب مسكين راه الحالة ديالو كانت صعيبة بزاف وقال لك خاصو يموت أولا تقطع ليه الرجيلة ديالو. واخا هكاك حنا تحدينا العلم وتحدينا الطب وجبناه وتقاتلنا معاه وشي ناس كيقول لك هذاك الشيء عاد خربيق العود خاصو يموت وهو بسم الله ما شاء الله ولا كيجري وباغي يلعب والنشاط والضحك. هذا العود هذا راه مثال والله إلا مثال سبحانك يا جليل. راه حتى شي واحد ما يأس من رحمة الله راه رحمة الله راه واسعة راه تقدر في أي لحظة يقول الشيء كن فيكون. الله يرحم الوالدين تقاتلوا على داك الشيء اللي كتبغي وراه ربي سبحانه وتعالى راه غادي يسهل عليك. بزاف الناس الخوت من بعد ما شافوا العزوه كيجري غيقول يا خويا اشرف راه واعر على العود يجري والعود باقي ما براش 100% وداك الشيء. انا دابا ان شاء الله غادي ندخل عنده وغادي نشرح لكم بالضبط
العزوه شنو اللي باقي دار حيت راه الجرى هي هذيك الجري اللي جرى راه ما غتادي في والو وبالعكس هو خاصو يتحرك بزاف حيت هذا المرض ديال لا فوربور خاص العود ملي كدير ليه العمليه وكتقاد ليه الصفيحه وكيتروبوزا وكيرتاح واحد المده ملي كتكون الرمله العود كيبقى ناعس ما كيتدبرش هذه اول حاجه ثاني حاجه الرمله كتدخل لوس دو بي وكتدفعو كتدخل لواحد العظم وكتدفعو باش كتعاونو يبرى وزائد الحاجه الثالثه من بعد ما كيرتاح العود خاص يولي يخدم بشويه بشويه باش كيعاونو باش يبرى انا غندخل عاد العزوه وتشوفوا الرجيله اللي نتوما خايفين عليها قلتوا ما خاصوش يجري راه ولي لله الحمد راه برات 100% وراه انا جد فرحان الله سبحانه وتعالى وفضل الدعوات ديالكم والمتابره ديالي العزوه راه كيفرحنا بزاف بزاف وغادي في طريق باش يبرا ان شاء الله والله الخوت قسما بالله راه سبحانك يا جليل راه بيني وبينه واحد الفيلينغ راه ما يمكنش راه وليت كنحس به شنو اللي غيضرو شنو اللي ما غيضروش حتى هو كيحس بيا باغي ليه الخير غير دعاو معنا وثيقوا فيا راه ان شاء الله ان شاء الله غادي يبرا وغادي يفاجئكم علاش لا تلقاو مركوب في شي موسم والله يدير الخير نعم دابا الخوت هادي هي الرجيله اللي كان فيها المشكل متفقين كان العظم كيبان وكان اللحام وكان داكشي ها هي راه ولله الحمد راه برات ها نتوما شوفوا راه برات راه ما بقاش فيها غرام والو حتى حاجه ما بقاتش فيها وحاجه اخرى راه داير ليه هنايا واحد التصفيحه خارجه راه غتبان لكم هذيك هي البيكي باش الرجيله ديالو كتبقى مرون فورسيان وما يوقع لها والو هادي هي الرجل اللي عاطيه الصداع دابا ومرضاه بزاف وبسببها كيعرج بزاف هي هادي رحنا ولله الحمد الناس اللي متبعيننا رحنا درنا ليه العمليه ورا الرجيله راه هو الحاف رجله كيهبط انتوما كتشوفوا شوه هنا نورمالمون راه سبحانك يا جليل كان غيتلاح الحافر ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى راه الحافر ربرة وهو جاي كيبرى حافر طبيعي شوفوا هاد العوجيه هذا هو الزرع الخوت فهاد البارتي ملي كان هاد الشيء هنا كان العود مسكين ما قادرش ينوض وكينحاط وكيبكي بحال كيبكي كيبقى يدير بحال هكا بزاف هذيك راه من هاد لا دولور ديال هاد ديال هاد الرجيله هادي ايوا الحمد لله هو راه غادي كيتحسن واش كاين العزوه ها سبحان مبدل الاحوال لا 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 لا, لا, لا ما تخرجش راه باقي غير البائع الخوت راه باقي عنده غير ربع سنين ها شوف راه الله كيجي في الجموع والله الا باقي رباعي كاع ها انت جاب الجموع من الفوق اوقف الله يحفظك الله الله يرحم لك الوالدين هولا 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 الله ما خلاني المهم راه رباعي من التحت وجاب الجموع من الفوق الله يدير الخير السطيل ديال الما ديالو فيكس الفص راه غير مشتته الامور مضبوطه والله يدير الخير الله يشافيه بسطوا لي الباب في حرف الأ العزوة عزوة هاهي أ العزوة الله يدير الخير الله يبارك الله يصلح يا ربي الله يشافي الله يشافي الله يشافي الله يعافي شو بسم الله ما شاء الله الجمال يا ربي الله يخليه لنا ويخليكم لنا حتى انتوما الجمهور العزيز ايوا هو الصبليوني امور راه مضبوطه امول 18 اج اج سوا راه بخير واحد الجمال اخر بسم الله ما شاء الله بوشقه الله يبارك انا العود ديال خويا يوسف تحياتي ليه محبوب الجماهير البجغوط ديالنا اج اجي عند بابا كاش باغي بول ولا باغي كروطي حاشاكم حيت هاد البوزيسيون وقيلا ديال البول انا البوزيسيون هادي باب وصلني النهايه ديال هاد الفلوق هذا اللي نتمنى من الله عز وجل يكون نال الاعجاب ديالكم وبطبيعه الحال غادي نال الاعجاب ديالكم حيت ولله الحمد فرحنا فيه وشفنا العزوه كيجري اللي الاكثريه ما كانوش شايقين باللي هاد العزوه غادي يرجع يجري حيت فريمو كانت فيه ضربه خطيره وحتى من العلم والطب قال لك من سابع المستحيلات هاد العود يبرى وباذن الله عز وجل ربرا رب فضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم انتوما يا راه هاد العود غادي يبرى ان شاء الله وغيوليت اكوبلا وعلاش الله نطلبوا من الله عز وجل يرجع يتبورد راه كل شيء قريب عند الله اذا قال الشيء كن فيكون
وصلنا للنهايه ديال هذا الفلوق هذا. الى عجبكم هذا الفلوق فنزل تحت لي كومونتير وقول لي اخويا اشرف الله يعطيك الصحه، العزوه راه غادي في تطور، والى ما عجبتكم شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. اخوكم اشرف راه كيف هنا كيف الحقيقه، واللي بغى يعرف الحقيقه يجي عندنا للدار، ما يسمعش هضره بنادم، حيت راه اي واحد غادي في طريق النجاح ضروري ما يكونوا عنده العديان. مرحبا بالجميع، لا اللي كيهضر معنا لا اللي مخاصم معنا، مرحبا باي واحد والله يدير الخير. نتلاقاو في الفلوق الجاي والله يسهل على الجميع.